باش الطفل ما يبكيش. واحد يزوج بنته يدوها له يتصور بها، واحد عنده موت يدوها له ما يعرف لا باش يصبر ولاده بها. ولكن اليوم كرة القدم راهي بيزنس، راهي اموال، راهي دراهم. يعني مازال نستثمر في هذه التتويج. ما استثمرناش فيها، واش استثمرنا فيها اللي كتبها كاداره كاتحاديه؟ اعطيني اذا كان استثمرنا فيها. حنا نثبت كنا صغار، كنا دراري صغار نقراو القران، نهار اللي تحفظ حزب ترفد اللوحه وتروح للديور يعطيوك الدراهم حق ما حفظت. اليوم انت جبت كاس افريقيا للامم، اعطيني واش ربحت من هذه كاس افريقيا للامم؟ اليوم الناس حنايا كل ما زوج يقول لك جمال رمضان وما جبناش كوب دافريك وخير الدين زتشي جاب كوب دافريك، ما جابلناش كوب دافريك خير الدين زتشي، انا قلتها وما زدت نقولها، جابها لنا جمال بالماضي، تسمح لي حتى في تعيين المدرب، وانا نقولها لك اليوم اول مره نقولها لك، انا كاين عضو من المكتب الفيدرالي، نهار كان يقول لك جمال زتشي هو اللي جاب لنا جمال بالماضي، انا عضو راه الان عضو في المكتب الفيدرالي، تعرف واش قال لي؟ قال لي نهار اللي جينا اجتمعنا باش نجيبوا مدرب المنتخب الوطني، قال لي الوحيد اللي تكلم على جبل الماضي سي بيه هو هو بشير ولد زميرلي. لانه كان خيار رابع على بالك. طبعا قال لهم انا نجيب لكم بالماضي، تسمح لي. تعرف واش رد عليه خير الدين زتشي؟ قالوا جيب لي مدرب تاع كارتون بهذه العباره والسيد راهو مازال، وقال لي جي نهار ونجوت في بلاطو. وكان عندنا هذا انني نقول لك في المكتب الفيدرالي. قالوا جيب لي مدرب تاع كارتون. ليس كل ما يقال حقيقه ماشي جناح. عضو في المكتب الفيدرالي كان في اجتماع معهم وراهو على قيد الحياه وراهو دوك ممكن جدا راهو يسمع. مازال موجود هذا. مازال عضو هو عضو من 18 ينتخبوا. اسمح لي نكمل لك هذا. معلش. يقول له واش جمال بالماضي واش من خبره عنده باش يجيبوا المنتخب الوطني. بعد مده لقيت عضو اخر من المكتب الفيدرالي راهو مازال وراهو يسمع فيا وان شاء الله يجي نهار للبلاطو ويقول هذا. قلت له هل حقيقه واش قال؟ واش قال لي هذا الانسان؟ ما عطيتلوش اسمه. قلت له هل حقيقه واش قال لي؟ قال لي قسما بالله غير حقيقه واش قال لنا. اليوم تقول لي لا جاب لنا كوب دافريك، ما جابليش كوب دافريك. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس، توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع قاضي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدام. خاوتي موضوع حلقه اليوم كما شفتوا تصريحات كارثيه. قبل ما نبداو خاوتي ما تنساوش ديروا لنا جام لايك وعاونونا خاوتي بالجام باش المحتوى يكبر والقناه تكبر وبارك الله فيكم على كل شيء. خاوتي كما شفتوا تصريحات كارثيه من الاعلامي والمناجير حسين جنات، يعني خاصه فيما يتعلق خاوتي بكوتش جمال بالماضي. هذا الكوتش اللي جاب بزاف للجزائر سواء كاس افريقيا، لمد لي جوار، انتصارات، رجع اسم الجزائر في الكره المستديره. نجو نسمعوا ان خير الدين زتشي يصفه بالمدرب الكرتوني حسب ما قاله حسين جنات، وانه عديم الخبره، هذا قبل مجيء جمال بالماضي. وامام اعضاء الجمعيه متناسي ان اعضاء الجمعيه ما يبقاوش في مراكز، كاين اللي يستقيل، كاين اللي يروح، كاين اللي يحبس، كاين اللي يدابز معاه، كاين اللي المصالح تاعو ما تخدمش مع المصالح تاعك، وكل كلام يخرج من فمك يقعد كيما احنا نقولوا يقعد مسجل ويقعد ورقه الضغط لاعضاء الجمعيه هذو اللي استقالوا ولا. سمعنا احنا هذا التصريح، انا امنوني خاوتي البارح ما امنتش، تصف مدرب بالكرتوني وذو الخبره حتى لو كان، ما عندوش خبره وما عندوش، ما تصفش ولد بلادك ويشتغل ودار انجازات في قطر تصفو بالمدرب الكرتوني. والادهى والامر من مدرب كرتوني الى المدرب المحبوب، الى المدرب اللي عنده كل الصلاحيات، اللي المدرب اللي يتغناو دروك باسمه، اللي عاملين ورقه ضغط، واللي خاصه بعدما انجزه جمال بالماضي من كاس افريقيا، من انتصارات، من جلب اللاعبين، من تنظيم كبير للمنتخب الوطني. هذا من جهه يدل على ان جمال بالماضي هو من جلب كأس إفريقيا بعد الله عز وجل، واللاعبين والمدرب والطاقم اللي معاه، بالإضافة إلى هذا العامل المؤثر وهو الجمهور. كل هذا والحافز كذلك النفسي تزامنا مع الحراك، حبوا يفرحوا الشعب، لهذا بغاو أداو كما احنا نقولوا 200% ولا 300% من القوة تاعهم. هنا تبين لك باللي كأس إفريقيا من صنع الله عز وجل، ومن اللي جلبها شكون؟ جلبها جمال بالماضي واللاعبين ودعم الجمهور والظروف اللي كانت، خاصة ظروف الحراك، الناس بغات تفرح الشعب، لهذا
الان شوف الايه كيف تنقلب من مدرب كرتوني دروك راهم كاع يسيتوني فيه وكاع راهم يحوسوا على جمال بالماضي وكاع يهضروا باسمه كما قال لك حسين جنات كاس افريقيا شام داروا بها الناس تجيب بها لي سبونسور الناس تجيب بها الدعم الناس تاجر بها الناس دير بها محافل الناس دير بها امور هما قال لك واحد يطهروه يدوها يصوروا معاه واحد يروح في استوديو يديها معاه هذه صح حاجه عاديه واحد يتزوج يدوها معاه يصوروها به واحد 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 وكارثه كارثه في حين ان هذه الكاس نورمالمو استثمار استثمار على مدى طويل حتى كأس إفريقيا الجاية. لماذا كأس إفريقيا تجلب لك داعمين تجلب لك إشهارات تجلب لك مش عارف أن تجيب بها أموال كبيرة وكبيرة تدخل عن طريق هذه الكأس وهذا الإنجاز. احنا لا بالعكس بالعكس لا عقود إشهارية لا عقود تمويلية لا ما زلنا نتبع في عقود حاج محمد الغراوة ونتبعوا في العقود الوطنية عن طريق الشركات الداعمة الوطنية. وهنا تعرف قيمة التسيير وتعرف أنا اللي مدوخني النفاق الرياضي من جمال بالماضي غير مرغوب فيه الآن أصبح ورقة ضغط أصبح كما احنا نقولوا خاوتي كيف دايرينه هو سبحان الغادي وحارزين عليه رم حارزين عليه عطاوه كاع الصلاحيات وبالسيف عليهم يعطوا الصلاحيات خاطش الشعب عارفين الشعب وعارفين الشعب اللي جمال بالماضي محبوب من طرف الشعب يعني تقريبا هو المنظومة الأولى اللي محبوبة من طرف الشعب في ميدان كرة القدم هو محرز اللاعبين الدوليين وغيرها من الأمور. هنا تبين لك تخبط هذه الاتحادية وتخبط الرئيس تاعها. يا أخي يا أخي يا أخي أنت كمنصب ولا كرئيس ولا 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 عندك من الحكمه ولا تكون عندك من نوع من المسؤوليه تعرف ان اعضاء الجمعيه غير بيقون في مناصبهم وان اي تصريح ولا اي حاجه تديرها غادي ترجع ضدك بطول كيما حنا نقولوا طال الوقت ولا قصر غادي ترجع ضدك. لهذا يا خير الدين زاتشي درت غلطه امرك بهذه التصاريح وخاصه خرجت في وسائل الاعلام وطرحوا لك سؤال عن المدرب وماهيه المدرب بعد اقاله ماجر. بعد اقاله ماجر قلت انه مدرب عالمي انه مدرب فيه مشارك في كاس العالم وعنده خبره افريقيه وهنا مره اخرى تدل انك او ان جمال بالماضي كان كيما حنا نقولوا خاوتي كيف يقولوها كان ورقة أخيرة ولا ما كانش قاع مطروح ويخرجوا علينا في الإعلان أنه ما بغاوش يحرقوا الورقة أن جمال بالماضي كان عنده عقد أنه نعرفوا احنا المدربين هذو يحطوا كيما حنا نقولوا شروط في الكونترا تاعهم لو أتى المنتخب الوطني عندهم الأولوية أنهم يغادروا الفرق تاعهم. وهنا هنا ضروري شوف التصريحات كيما هذه تخرج في هذا الوقت تخرج وانت راك رايح مش عارف تشارك في هذه الانتخابات هذه تاع المنصب التنفيذي للفيفا الامور حسيمات ادخلت وزيد احنا نعرفوا حسين جنات عنده معلومات لك لو كان يجبدها غادي يطرطق كيما حنا نقولوا الشارع الكروي لكن التصريح كيما هذا شوف اسكو يخدمك ما يخدمكش وهذا تبين باللي المسؤول اللي جاي لازم يكون عنده تحفظ ما يبغيش واحد يشدها في قلبه خاطش اعضاء الجمعيه هذو مومش دايمين ويخرجوا يهضروا واحد دابز معاه واحد ما تقضيلوش مصلحه وعاد يجبد كاع الاتو كيما حنا نقولوا خاوتي ان شاء الله من وجاي المسؤولين الرياضيين تكون عندهم نوع من الحكمه نوع من كيما نقولوا احنا المسؤوليه خاوتي لان الامور خرجت عن نطاقها وخرجت عن كيما احنا نقولوا كيف يقولوا خرجت عن كل الامور الرياضيه خاوتي هذا هو الموضوع. السلام عليكم تهلاو في رواحكم. سلام.